السلام عليكم، معكم الحارتي صوفيا، مغربية من مدينة طنجة، مقيمة حاليا بالديار البلجيكية. حاولت اليوم أنني نشارككم في واحد التجربة اللي دازت عليا من 2013 بمدينة بروكسل. ما غنقولش بأنني دوزت هذه التجربة مع عصابة ديال قناة سميتها مغرب تي في، ولكن غادي نشارككم القصة ديالي وغنشارككم تسجيلات اللي كتوضح الحقيقة، وانتم غادي تعطوني رأيكم. غنبدا معكم. من 2013 تعرفت على واحد المذيع سميته منصف بالقرشي عبر الفيسبوك. تعرفت عليه وطلب مني انني نتلاقاه، تلاقينا، جلسنا انا وياه وواحد السيد اخر هو صحفي سميته محمد الروخو تيجيني اللي عنده قناه مغرب تي في. طلبوا مني انني نلتحق بهم لمده 6 شهور باش نعمل تدريب كمذيعه، ووافقت ودخلت القناه عملت تدريب لمده 6 شهور. ردوا عليا عقد العمل، وانا كانت التاشيره ديال الفيزا ديالي دي فرنسا علي نسالة. قالوا لي ماشي مشكل. مشيت للمحامي ودفعت الدوسي ديالي بحال كل الناس، وبديت الاشتغال بقناه مغرب تي في لمده 3 سنين. العام الاول كنت عطيت المنصف بالقرشي 1500 اورو، ومن بعد عطيتو 3000 اورو باش قال لي غندفعو 3 شهور الاولى ديال لوا سوسيال. ومن بعد في العام الثاني قال لي اسمح لي خصك تبقى تخلص 1200 اورو كل شهر، حيتاش هو مؤخرا خرج بواحد التصريح كيقول بان هنالك تناقض في الكلام. لا، ماشي تناقض، عطيتك 1500 اورو ومن بعد عطيتك 3000 اورو اللي قلتي لي غادي تخلص 3 شهور الاولى، هي تقريبا 5000 اورو. والعام الثاني بقيتي كتقول لي عطيني 1200 اورو في الشهر، وكتقول لي بان داك المبلغ كيديها تيجيني محمد الروخو، غير ان محمد تيجيني الروخو معروف خصو يكون واحد واصل بيني وبينه، ما يجيش هو عندي اللي يطلب لي الفلوس. اشتغلت بزاف معهم ديال البرامج، منه برنامج مع الناس كنت كنشارك فيه، برنامج اللي كان مشترك مع منصف بالقرشي سميتو فينكم، برنامج سحر رمضان في المهجر، وكذلك برنامج اللي كنت غنعمل انا بوحدي سميتو نافذه على المجتمع، وكذلك بزاف ديال لي انترفيو حوارات صحفيه اللي قدمتها سواء مع سفراء ولا وزراء بالديار البلجيكيه. لكن بعد 3 سنين كنشوف بان الوضعيه ديالي ما تسواتش باوروبا. مشيت عند المحامي، مشيت لهنا المحاكم، كنجبر بان السي محمد الروخو تيجيني ما عمرو ديكلاراني وما عمرو صنع العقد العمل. توجهت باش عطيتو الكونترا، عطيتو الكونترا، عطيتو الفلوس. قال لي تيجيني حشم يطلب منك الفلوس. وصل دابا حنايا عندنا هادي، وليتي كتعرفيني بلي انا ما نقدرش. شحال عطيتي؟ عطيتو 1000. من بعد 500، وهادشي بلا شي جات على حساب صوفيا، ما طلع على حساب صوفيا. وكذا اسمع مرة قلتي هادي غنقول صافي. المنصف كان دايما كيهضر لي عليك باش ديري برنامج. المنصف بالقرشي، اولا شكيت له قلت له شنو كاين، قلت له راه العقد العمل ما تسناش. قال لي تيجيني روخو محمد تحك عليك وتحك عليا، 3 سنين وما سنالكش الكونترا، والكونترا ديالك راها في البيرو ديالو، رد بالك وواجه، كيقول لي واجه المدير القناه وقول له بانك انتينا عندك ليستوريك ديال لي زيميسيون. قال لي رد بالك لان محمد الروخو تيجيني خواف من الدوله وغيمسح لي زيميسيون ديالك. وفعلا مؤخرا جميع تقريبا لي زيميسيون اللي عملت في قناه مغرب تي في تمسحت، ولكن لحسن الحظ انا كامل عندي مخبعين. حتى السؤال خصك تقوله له بدير. علاش نعملتي معاه؟ شي ولا عندك الجرأه تقول له تيجيني؟ علاش انا قلت له بلا ما تضر؟ عاود له من الاول، قول له بلا ما تضر، قول له ما كاينش شي حاجه، قول له هيدا، قول له اخر حاجه، قول له الخبر منصف كان مع زهير ما خرجش، قال لي بارفي مانيفيك واعره، خذ بصح قلتها لك، قال لي واعره، اخبار انا عجبتيني، انت زهير عجبتك، قال لي واعره. من جي انا من بعد قلت لي ما عطيتينا لا وي لا نو لا كذا. شنو قال لك؟ شنو المشكل؟ دابا كأن شنو نقولو؟ قول هذه شي حاجه. لا علاش نعملت معاك؟ علاش نقول شي ما نقولش؟ اول حاجه تهضر معاه، اول حاجه نقول بغيت نسولك واحد السؤال. انت غتكوني دخله واحد، انا عندي بحال هو بصح، انا باغا غير ديك الورقه. يقول لك لا ما تقولش فيها،
قول لي علاش نجاوب. اولا هذه مده ومصيفه دار معاك دابا نعيط لا ما تعيط نعيطوش من قبل دار معاك ديكلاراسيون هنا الى يومنا هذا كتقول له كل مره في الدوش ما حتى ساعه اهلا ربيتي الديكلاراسيون ما الحياه صعيبه علي انا بوحدي عايشه شنو بغيتي ندير انا هو بما تدخلوا بحنا غير قول لي انا عمري ما قلت لك اختي ندكلارك عيط المنصف قلتي ها المنصف قلت لي دابا نعيط سير عيط لك عرفوني عرفني عيط لها جاوب انا ما كنخبطش انت قول له اي عذره هاي قول له منصف ما يكذبش عليا منصف لا قلتي له الهضره يقول لا قلتي له لا يقول لك اقول له جيت عيط انا نقول لك وي هل ما عنديش ما نخاف قال لي عيط ديكلارك وكذا كل وقت هزة معايا دايما أنا باش عايز يقول لي كده همتيني أقول له جيب الكونترا الكونترا فين عندي راه عنده تما في استوديو ما قلت يقول له في الجاكيت ديالي باش نهار اللي نكون طايب كنت زعما طايب غنجمع معاه ونطو إلى يومنا علاش لا تضحك عليا أنا ضحك عليك أنت أنا ما عنديش حد معايا ما عمرو شاف مني العيب ما عندوش الجرأة أنا جيت عنده قلت له شنو عاد خسار قال لي زعما موصل لي قلت له نديرها حيت ما تخسر والو محمد انت عندك ستاتيو ديال هادي عندك هادي في يدك ولادك بقى الجمعه نجيبوها نجيب لك فوقاش ما بغيتي عاد عمر طنطنطا تكون لي كونديسيون اللي غنقول لك وعندي فيها في يد الله جاب الله تيسير ربحتيها هيا معانا وصافي ما مش الله تيسير ما خسر والو على الاقل ليطا غتقول بعدك هاد الشركه عمر ما كتبغي تونكاجي شي الناس ما كيسلك انا غادي كنمشيني تنجي من المغرب تنجي من كدا تنجي خلينا دابا من الكونترا وليميسيون هادي حطيتها دابا ميسيون الاول الثاني الثالث قولوا ثانيان انا دوس مع المنصب دوس مع مع الناس فينكم دوس فين ودوس في رمضان في رمضان لي زانترفيو كامل كدوزو بونسوار بروكسل كامل قولوا هادشي كامل كيدوز لازو في القناه صافي انني مقبوله عند الناس دايزه وكدوز انت بيدك يعني ما كاينش شي حاجه تقدر تقول لي ما صافا با ولا كذا وحكم ما دوزتيهاش نقولوا كاع الا كان شي حاجه صافا با تقول لي صوفيا صافا با ما عجبتينيش اولا القناه ديالي ما بغيتش ندخلك بالدراع ولكن تقول لي غايقول لي دابا شنو شنو خصك انا انا كيعجبني الراجل هي هي لا لا ما قدرش ندوزك مع حتى انا بغيت نحشم تبارا الاولى سيمانه شهر ماشي ديزاين وبيني وبينك تينا يضحك اجي عاقل تينا اول اللي مشى اجا سخطت مار واحد النهار كنهضر معاه وتغوت ما قالت لي ما كنهضر على تيجي على الصوفو قال لي شنو عندك مع الصوفو كيفاش ما عندك كتدافع عليها بزاف حق الله العظيم كل حاجه شنو اللي في الواجهه قالت لي كدافع عليها بزاف بحال اللي عندك شي حاجه معاها عندي لا هذيك الزام الشماتة هذا فيكم كلار معاها ماشي كون مرة كتلي السقالي وفي الاخر ملي كتجي هي مسكينة ضرب تمر ولا ما كيردش حتى علينا او ما مسوقش وانا اش كيقول لي ملي كنهضر معاه انا ملي كنهضر معاه اخر مرة هذه تقريبا عام وشي حاجة طلب مني انني نعطيه فوتوكوبي ديال الباسبور ديالي باش يعاودو التجديد ديال الكونترا ديالي وافقت كنت في واحد المطعم انا ومراتو عطيتو الباسبور باش يعمل فوتوكوبي مشى وجا ما عطانيش الباسبور ديالي مشيت للدار اتصلت به الباسبور ديالي ما جبرتوش قال لي انت كتتهمني ما عندكش دليل عليا انا ماشي انا اللي سرقت لك ديك الباسبور وافقت قلت له اوكي حسبي الله ونعم الوكيل لكن مني نضو هاد المشاكل وعرفني توجهت عند الناس الراي العام وشكيت لهم اتصل بيا ولكن انا تصدمت حيت هذاك الانسان كنت عامله فيه الثقه اكثر من محمد تيجيني الروخو قال لي انا اللي سرقت لك الباسبور وانا ان شاء الله قال لي غنعمل لك قضيه الارهاب في المغرب ولا عندك شي دليل انا سرقت لك الباسبور ولا خدمناك ولا عندك الكونترا ولا عطيتيني الفلوس امشي للبوليس حيت عارف الوضعيه ديالي حرجه هنا في اوروبا القانونيه ما غنقدرش نعمل بزاف ديال الاشياء توجهت للقنصليه توجهت للسفاره شكيت لهم المشكل ديالي ما كانش شي رد اللي عجبني وما كانش رد ايجابي قالوا لي حنا متابعين المسطره غنعملوا بحث باش نبحثوا على الباسبور ديالك عطيتهم الاسم ولكن ما عطاونيش شي شهاده اللي كتاكد هو اللي سرق لي الباسبور ديالي قالوا لي ممنوع بغيت نعمل شي كيه في المغرب قال لك خصك تكون حاضره مؤخرا عملت
عملت محاميه بمدينه طنجه اللي دخلت عند وكيل الملك وعملت شكايه بهذا السيد باش يعينوا له ديوانه يدخل المغرب يوقفوه باش يعرفوا علاش سرق الباسبور ديالي، حيتاش الباسبور ماشي ديالي، الباسبور ديال الدوله. تيلي شي راجل صاحبك في الايطالي ماشي اللي قلتي لي عنده بيتزا؟ لا ما عنده لا بيتزا لا والو، عنده الاوراق ديالو، عنده الطريقه، داير معاه اثنين باش تكون في العشره مساليه الصباح ولا الليل؟ نهار اثنين كون انت عاد شي انا جيت عنده قلت له شوف الامور ديالك تلاقاوه بغيت كنت معاه في الصباح هو هنا بيان سور وانا باغي نضرب الحديد محدود وشوف الامور ديالك قال لي واش فيها تبزنيزه كنت نقول لك هذه اختي كلات تبزنيزه ولا بزنيزه كلات تبزنيزه لا والو الحاجه اللي عاد ديرها بحال عاد دير فيا انا بكي. هو عنده ناسيوناليتي عنده الطريقه ما يشرح لك كل شيء عدهم لك في ايطاليا ماشي هنا ايطاليا لا تعدلوا هنا تجي هنايا تخدم اي بلاصات بلا ما نمشي معاه دابا حنا باقي ما سولنا واش شو نمشي لا كنت عاد باش نديك انا بيدي ما تخافش باش كاين كونترول انا انا نمشي انا نديك الورق ديال هاجر راسك هي وكتشبه لي شتي كدينا ما تفكرش في هذا الشيء انا نفكك في هذا الشيء دابا عاد جلس انا بغيت نضرب واحد يتفهم مادام هو هنا قلت له انا درت معاه قلت له قال لي اثنين قلت له اثنين فطروا قال لي اوكي اثنين جلس فطروا معنا سول على كل شيء بحال اللي كدير لونكيت شنو كيفاش كتعدلوا المجدة كذا حيت هو قال لي المدة ما كتفوتش 4 شهور كل كانت 4 شهور مانيفيك يعني من هنا للقرى الصيفية حتى اليز غنزير المهم عاد تشوف الامور ديالك ديك كابتر والو ما تشوفليش شي حاجة ما بغيتش نقول له انا خلاص انا باغي حتى يعمل هذا كابتر هي اللي معيط لها دير معاه كاين هي كاين سباعي جميلة عندي هيدا في الطليان عندي هيدا مزيان وكل ما نعيط لهم غيجوا عندك واذا كان تمشيو للاداره ولا فهمتي راه ما عندكش على كل وانت تكون معايا واش كنقول لك انا الطليان ضامن الطليان ساهل سولتها ماشي بحال هنا هنا صعيبه تما تقدر ولا عدلتي تما من بعد توجهت عند المدير ديالي هو مدير قناه مغرب تي في محمد الروخو تيجيني توجهت عنده وشكيت له قلت له تيجيني سي تيجيني الله يخليك انا هاد السيد هذا دالي الفلوس جيت له يعني كنشكي له ما اتهمتوش قلت له السيد دالي الفلوس في هاد البلاصه حنا في جالسين كنا جالسين في واحد القهوه سميتها بانوراما عطيتو 1500 في 3000 قال لي و 5000 اورو حسب بها صدقتيها قلت له 5000 اورو ولكن عطيتو 1200 كل شهر لمده عامين قال لي حسب راسك صدقتيهم قلت له الكونترا ديالي قال لي الكونترا ديالك انا ما مخباريش ومنصف بالقرشي ما عمره هضر لي على شي كونترا قلت له ولي ميسيون اللي كنعمل معاك لمده 3 سنين قال لي كنتي كتجي كضيفه صوفيا وانا نفهم حتى اللي قال لي واحد قلت لك اللي قولها لعاود انا ما قاليش ولكن باش يقول كونترا ما كونترا مسكين ما عمره هضر لي على الكونترا اول مره كنسمع بان ما كاينش بلاتي غير كمل تكمل كنت الهضره كيما كنت غادي نديرها اصلا ما تعرفيش ولكن ما عمرك الا عملتي 200 في الكونترا 1300 خصك كل شهر تخلص عليا 1300 باش بيرمي بنتي انا اللي طالبني نخدم عندك هو شوفي قلت له ماشي مشكل انا نعطيك الفلوس بعدا واحد 3000 اورو كل نهار عطيتي 3000 ولا 1500 لا 1500 اللي هنايا و 3000 اورو كل مره ها هذاك ديال اللي كنت كتصرف عليك راجلك لا اختي تعود نخدم على يما خدام على منصف ولاد ومراته وبقى انا ما قال لي والو كون قال لي يمكن نقول له لا ان انا عارف اني ما كنبغيش ندخل في هذا الشيء دابا وما ودابا سي بي وش نقولها لك قدامه ولا ولا سمعتي ولكن منصف الله يهدي وصرت انا دار لي مشاكل كبيره وباقي غيطيح في مشاكل لا ما بقاش معنا في مغرب تي في انا البارح هضرت معاه تلاقيتو البارح هضرت معاه مزيان قلت له كنت انت قلت له بحال شمتينا نوصي وانا ما عملت حتى شي حاجه انا قلت كنوض الصبح الصباح كنمشي للشركه نخدم وانت قلت كتجي تما بالشركه وتديهم صحاح انا اللي بنت خدامه براق كتابي انت ناعس ودارك انت ومراتك وليداتك صوفيا تخرج وليداتك من الكويك شاك سومين شاك سامدي ومراتك وانت ما كتشيش انا ما عمري كنشرب ولا كنشيش وكنخرج معاك نشيشه باش كنخلص الشيشه في المواصل ولا كنمشي نسير داك يقولوا لي كنمشي ناكل شباك ليا ويقولوا لي وعندك واحد 25 اورو هنايا ديال الشيشات ديال ما موصف فهمت بان منصف بالقرشي ماشي بوحدو في اللعبه وان راس العصابه ممكن نقولها هو منصف هو تيجيني محمد الروخو
حيتاش هذا كيتخبع في هذا. وانا كذلك غادي نشارك معكم بعض التسجيلات، فعلا سجلت لمره واحده هاد الناس باش ناخذ حقي، حيتاش كيقول لك القانون لا يحمي المغفلين. فعلا، ولكن انا ملي التحقت بهذه القناه كانت عمري 18 سنه، كنت صغيره في السن والسن كيلعب دور كبير، لكن دابا في عمري 23 سنه بديت كنفهم اللعبه اللي كانت لاعبينها عليا وانا في الوسط. وبالاخص ملي كانوا كيقولوا لي الحزب ديال اميغ ورئيس الحكومه شارل ميشيل انه كيحمي هذه القناه وكيمول هذه القناه، وانا كنت كنعمل حلقات اون ديريكت، ما كنتش كنظن انهم غادي يكونوا لاعبين عليا. مؤخرا قررت انني نرجع للمغرب ومن ثم نكمل المسيره ديالي، لكن تفاجات وغنشاركها معكم. عامل في اطار دعوه قضائيه، احضروا هاته النصابة ببلجيكا، اسمها الحارتي صوفيا، موجودة بصفة غير قانونية ببلجيكا بدون أوراق، وكأنني أنا بوحدي في بلجيكا اللي بلا أوراق، وهو هو السبب في الفيزا اللي حرقت أنا. لقد نصبت علي أيضا وحاولت ابتزازي. انت مراتك ولدت سي منصف بالقرشيلة نسيتي رانا اللي سلفت لك فلوس باش تعمل السابع، اللي كتقول انا نصبت عليك، انت شنو عندك باش ننصب عليك؟ انا عندي دليل من نهار اللي عرفتك من اليوم. في المحاكم قبلوها وغادي يعطيوها المترجم محلف، ونتلاقاو في المحاكم ونشوفوا شكون نصاب. وماشي انا اول وحده اللي نصبتي عليها، كاين بزاف الاسماء، كاين حكيمه، كاين كريمه السعيدي، كاين ساره الاندلسي، كاين بزاف سواء داخل او خارج ارض الوطن، وبالاغلبيه كتحكروا على النساء. اللي طنجاو شكون اللي جاب له الكونترا عاد تيجيني انا، وانا اللي جبت له الشواهد الجمعيات وانه مندمج وانه جبت له مع الطبيب ديالي تيساهل الله يفتحو، انا نطبع لك بالمليون راه تاخذ. نكمل لكم الكتابه اللي كتب في الفيسبوك. المرجو الذي يعرفها أن يمدني بعنوان من أجل تقييدها تقديمها للشرطة لأنها موضوع شكاية جنائية لدى القضاء البلجيكي. شو من قضية جنائية؟ قتلت، ذبحت، شنو عملت؟ يمكن أنا قرية أحسن منك، أنت مصنك من القناة، حنا ما كنهضروش، ولكن للأسف أنت ما عندك لا مستوى ثقافي ولا مستوى علمي ولا مستوى دراسي ولا مستوى أخلاقي، ما عندكش مستوى أخلاقي. بعد الناس جاوبوا معاه ما نذكرش الاسماء، تيستدعوهم البوليس اللي كيكتبوا لهم العنوان ديالي، وهذا الشيء ادى الحياه ديالي للخطر. حاولوا السرقه ديالي، سرقوا لي الساك ديالي جوج مرات، سحب ليهم بان التسجيلات كنخرجهم معايا، تسجيلات راه منتشرين في العالم، غير صيفطوا لي السراق للدار وغير سرقوا لي في السيكان دول العربيه او الدول الاوروبيه. علاش؟ حيتاش هضرت علاش سرق لي هاد السيد الباسبور. انا في هاد اللحظه هادي خصني الباسبور ديالي، الوالده ديالي محتاجه لي وانا محتاجه ليها في هاد الظروف، علاش يحرموني من واحد الحقوق اللي هي ديالي؟ علاش يسرق لي الباسبور؟ انا ما طلبت والو، طلبت يرجع لي الباسبور ديالي. منين هضرت على الباسبور وهضرت على فلوسي اللي مشاو وعلى العقد العمل وتقريبا 5 سنين من عمري مشات هباء منثورا، داروا ما في وسعهم من نفوذ ومن زيد وزيد باش يصطموا عليا. سيد كيقول انني غوشيخشي مطلوبه بالديار الاوروبيه وبالديار المغربيه. اول حاجه السي منصف بالقرشي او السي محمد روخ تيجيني، انا عملت البلانت عند البوليس وعندي محامي كيحميوني منكم، حيت انا مهدده، خويت بريكسل في السبه ديالكم، الناس كنكون ماشيه في الزنقه كيشوفوا فيا وكيشوفوا في التصويره اللي كتصيفطوا لهم في الواتساب، ولكن البوليس خرجوا هادشي كله. هاد السيد منصف بالقرشي مشى عمل بيا عند البوليس انني سجلته، انا كنعترف بها، التسجيلات راه عند البوليس السي تيجيني والسي منصف. تسجيلات سجلتكم لمره واحده حيتاش قلتوا لي انتينا الا عندك شي دليل مشي للبوليس، وانا كنت نايف نول ما عندي حتى شي دليل عليكم، حيتاش كنت عامله فيكم الثقه وعامله الثقه في القناه ديال الجاليه اللي شوهتوا السمعه ديالها. من حقي انني نسجلكم، سجلتكم ماشي شي حاجه خارج على الاطار، سجلت التلاعب اللي عملتوا بيا هاد السنين هذه كلها، وكذلك باش نبين الحقيقه ديالكم قضاء امام القضاء البلجيكي والمغربي وكذلك الراي العام اللي هو اللي غيساندني. كيقول الناس هذيك البنت جات بلا فيزا، جات حارقه،
انا جيت لكم اليوم خصيصا بهاد الكرينات اللي عملني تصويره بالكرينات في الفيسبوك. يقول لهم روشيرشي، واش هذه الحالات شي وحده ارهابيه ولا روشيرشي ولا كتجي حرقه؟ انا ملي جيت كانت في عمري 18 سنه، انا ما جيتش حرقه. هل الرقم ديال الباسبور ديالي وكل شيء، جيت بالفيزا وجيت بالباسبور ديالي، ما جيتش حرقه. هاد النيفو هذا طايح اللي وصلتوا ليه، ولكن غادي نحاول انني نجاوب عليكم. من بعد بداو كيهددوني منين نكملوا التهديدات اللي في المغرب، وانا ما غنجبدهمش حيتاش المغرب ارضي وبلادي وانا مواطنه مغربيه. كيف ما الروخو محمد تيجيني ومنصف بالقرشي مغاربه، حتى الحارتي صوفيا مغربيه. كيف ما منصف بالقرشي عنده الملك سميتو محمد السادس، حتى الحارتي صوفيا مواطنه مغربيه وملكها محمد السادس. كيف ما القانون المغربي كيحميهم، حتى انا مواطنه مغربيه القانون المغربي كيحميني. سي بوغ سا انا املي كامل في المسؤولين ديال المغرب اللي ياخذوا اجراءات في حق هاد الناس هادو، وهما يحكموا يجوا مع الحق، ما غيجيوش مع الحارتي صوفيا ولا مع منصف بالقرشي ولا مع محمد الروخو تيجيني، يجوا مع الحق. هما كيتهموني بمجرد الكلام، وانا نتحداهم امام القضاء البلجيكي والمغربي وفي اي بلاصه بغاو، ما عندهم حتى شي دليل على انني كنكذب. والدليل على هادشي انا غنشارك معكم بالرغم من الخطوره ديال الموقف ديالي، غنشارك معكم تسجيلات صوتيه ديال منصف بالقرشي وديال تيجيني محمد الروخو اللي كياكدوا التلاعب اللي عملوا بيا. تناقض في كلامهم، منصف كيقول لي مشي قول تيجيني وقول له قول له قول له، ومنصف وتيجيني كيقول لي كنكر منصف، وتيجيني كيقول لي تحيت منصف، ومنصف كيقول لي تيجيني مق. نخليكم تسمعوا بصوتهم حسن باش ما يتسماش انا كنقول الكذوب، غتسمعوا بصوتهم شنو كيقولوا وانتم حكموا. من بعد منين نخرجوا من المغرب، يعني من التهديدات ديال المغرب اللي هودوا عند الام ديالي حتى طنجة كيهددوها، وهذا السبب اللي كنت ساكته وما بغيتش نهضر. قالوا لي بان الحزب ديال الامير ممول نهاد القناه، وان شارلو ميشيل ولوي ميشيل اصدقاء المقربين لمحمد الروخو تيجيني، وانهما اللي حامينه. بمعنى انا في وضعيه غير قانونيه حاليا، ما نقدرش نمشي نشتكي، لكن طاحوا غلطين. شاعندي قال لي انا نقول لك ما تخافش، شاعندي قال لي مصيب الصحه الراديو، كان عمر على الراديو ديالك تعرفني صافي. انا اللي عندنا ناخذ الراديو وياخذ التلفاز. عيطوا له امام، هو مع امام مع شارلو ميشيل بيان سور. مع لطيفه. شكون دابا البريزيدون؟ شارلو ميشيل. شارلو ميشيل هذا شكون هيدرات؟ ها؟ شكون بوا؟ شكون بوا؟ بوا ديالو شكون هو؟ ما نسيت اسمه. معروف. اي نسيت اسمه. اللي برلماني وكان رئيس حكومة، وهذاك هو اللي عطى التلفازه الراديو تيجيني. التلفازه تيجيني. هو اللي عاونو. وهي ايمان هو اللي عطاوه. اش من عاونو؟ راه ايمان هو اللي عطاو تيجيني التلفازه. شحال هادي. تيجيني كان معاهم في الحزب، كنت كيترشح معاهم، كاين كونسي ديال وزير ديال الفينونس. هذيك سمعتها. بمعنى عنده علاقه، ودابا هذا الراديو هذا دابا اللي انا هو اللي كوفيرنومون صاحب تيجيني. اش نقول لك؟ وعلاش دابا صيفط رساله للمكتب ورساله في الايميل لشارلو ميشيل le premier ministre en Belgique. هيا. وكذلك صيفط له عبر المواقع الاجتماعيه كلها من الفيسبوك اوفيسيال، وتمت اجابتي من طرف le premier ministre en Belgique شارلو ميشيل. هذه رسالتي. Chère Madame Harti Sophia, votre message a retenu toute mon attention. Je vous invite à prendre contact à mon collaborateur, Monsieur Ludovic Dutoit. Je vous remercie, je vous remercie, rendez-vous prochain, Inch'Allah. Hawa, le jawab Diallo. Diallo ministre, le premier ministre en Belgique, Monsieur Charles Michel. Kanchoukro, le ijab Diallo, le waqt li atawni, taban. فانا حاولت انني نطرق لبزاف ديال الامور. كذلك كنشكر الناس اللي واقفين معايا
بحال جمعية حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة الرباط محمد المديمي والعديد. كنشكر أوسي شارلو ميشيل على الجواب ديالو وعلى الوقت اللي عطاني. كنشكر جميع الناس اللي ساندوني واللي واقفين معايا. هادشي اللي قلت لكم ماشي الربع ديال الربع اللي جوزت الحارتي صوفيا في بلجيكا وفي الاخر بغاو يسطموا عليها. سمحوا لي، الله كبير سبحانه وتعالى. في هاد العواش اللي غياخذ لي حقي، ربي ماشي ظالم باش ما ياخذش حق المظلوم. الحكومة بلجيك كذلك غادي يحميوني حيت انا مهدده، وكذلك غيتصلوا به باش يشوفوا هادشي. شوف انا غنخليكم تسمعوا لي زوديو، كيخدموا الناس في النوار ماشي انا اول وحده. ومين كيكونوا ماشيين دي كونترول، كيجيو دي كونترول محنا كيصيفطونا لبلاصه اخرى اللي مخبعه نخدموا فيها، والناس اللي ديكلاري كيجيبوهم يخدموا في القناه. انا ماشي وحده من الزنقه جيت كنهضر، انا وحده منهم صحفيه ومذيعه بحالهم، وخدت معاهم لمده 3 سنين وعارفه اش كيدور.